مساء المحبة ومساء الجمال على كل الناس اللي بتتابعنا من شاشة الشروق الفضائية، وكما عودناكم دائما في سهرتنا المختلفة من كل سبت من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، ومع أجواء جميلة من الغناء الجميل مع عدد من النجوم اللي موجودين الآن وأيضا الفنانين اللي حيسمعونا ويطربونا، نسهر معا وسويا من داخل اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان. نتمناها أمسية جميلة لكل محبي الغناء ولكل محبي الغناء الشعبي بالتحديد، وأيضا كمان نرحب بالقامات الموجودة والضيوف والفنانين اللي قدموا اليوم عشان ما يتحفونا ويطربونا في هذه الأمسية. خلونا نرحب بالأستاذ الفنان عبد الوكيل الأبيض، وأيضا كمان يطربنا اليوم ثنائي النوراب، وأيضا الأستاذ موسى أحمد عبد الله هو حضورا بيننا. نتمناها سهرة ممتعة وجميلة ومليانة بالطرب الأصيل. كل الناس اللي بتتابعنا خليكم معنا، ونتمنى لكم بداية السهرة خليكم حضور دائما من داخل اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان. أنا عسانا نطر في ساهر اسمير محال الجماهير والكلمين يا نعسان.
قدم صفات مولاك زوحيك مغالي منشور هواك لضنايا حبيبي صالي ما ترشي فاي وراك على ابتدائي انا بردي امين انا بردي Oh.
Hey,
ما اشوفك
قلبانا يتمايل ودو
حبيب شاغل بالي أمي حطيما Oh.
على كرسيه العديم. شكرا جميلا لساعتنا الاولى مع الفنان الجميل اللي اطرب كل الحاضرين وكل المشاهدين اللي بيتابعونا الفنان موسى. شكرا جزيلا لك. وتتواصل سهرتنا معاكم من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، وهي اكيد ليله حتما مختلفه باختلاف الغناء ومختلفه باختلاف الجمال. ولما اقول الغناء الشعبي والغناء الحديث بتجي ذكريات لناس كثيره، سرور وكروم واغنيات الحقيبه والفن الاصيل. و في ناس بيكونوا معجبين بفنانين كتار، بيحاولوا يقلدوهم، بيحاولوا يكونوا قريبين منهم من حبهم لفنهم. نحن التقينا اليوم بواحد من الناس ديل، بكري، هو مهووس بالغناء الشعبي والحديث وموهوب كمان، عنده موهبه كبيره جدا. نحن نتعرف عليها. بكري بيشاركنا اليوم من خارج الخرطوم. اهلا وسهلا بك في الشروق، ودارين نتعرف على الموهبه الجميله اللي عند بكري. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وانا سعيد والله بقناه الشروق، سعيد بالاستضافه الجميله، سعيد بمعايا الرواد الفنانين عبد القادر محمد احمد والفنان موسى سعيد. فسعيدنا قدام جماهير وقدام فنانين عظماء، الفنان عوض الكريم عبد الله والفنان كمال ترباس وقلع عبد الحفيظ. وانا سعيد بالاستضافه وسعيد بأكون قدام الجمهور الجميل ده. بكري انت بتقلد
نحن دايرين نشوف اول حاجه انت قلد لنا عشان نعرف انت بديت التقليد 200 ومن مين الفنانين اللي بتحب تقلدهم، لكن اول حاجه ادينا حاجه نسمعها نعرف ان انت بتقلد مين. برضي لي كلمه اولى المبالي فيك لازم الصبر الجميل، برضي لي كلمه اولى المبالي فيك لازم الصبر الجميل، برضي يا سما الغايات يا ملاك من طهوى اللهن العلاك، عشت الدنيا حلية حلاك هي حياة أنفسنا وهلاك، لو صليت بالنار ما سلوك وقلبي راضي وهاك الدليل، إنه صابر وحامل بلاك وسيدي أرحم يكفي القليل، سيدي أرحم يكفي القليل. يا سلام يا بكري يا أخي، أنت جاهز، أنت فنان جاهز مبدع، صوتك جميل وتقليدك ذاته للشخصية اللي أنت بتحبها نفس الأداء ونفس الطريقة. بكري بديت 200 القصة دي، 200 جاك التقليد؟ والله نعم، أنا من الصغير من بواكير شبابي وأنا طفل، فنشأت في منطقة ولاية نهر النيل الحريراب، القرية الصغيرة الحريراب غرب شندي الموروثة بالجماليات وبالفهم العالي في الأغاني. بنحييهم عبرك. أيوة نعم، وأنا يقولوا من رواد المنطقة الفنان محمد علي سقنين وأحمد يوسف من هذه المنطقة وشرق النيل الفنان العظيم عبد الله الماحي، وأنا سعيد بشكرهم وبشكر الأستاذ عوض محجوب والفنان قرشي البشرة. بكري بتقلد منه يعني ثاني، انت بتحب تقلد منه او تغني لمنه يعني بتسمعه بصفه دائمه وحابب انك تكون نسخه منه مثلا؟ والله الفنان العظيم عبد الله الماحي ود البجراويه، الفنان العظيم سجل اول فنان اسطوانات سنه 28. تدينا له حاجه؟ نعم. نسمع شنو؟ نسمع ليلى ما احلاها للشاعر عبيد عبد الرحمن. وليلتنا اليوم هي ما احلاها. نعم. الجمال فتنا والعيون يا ناس هم عافتنا وبقلت فينا، الدرع شافتنا ان احنا خفنا او جاب لخافتنا، يا الله وليلة ما احلاها بين بدور وغصون والدلال الوافر بالعفاف محصون، وليلة ما أحلاها بين بذور وغصون والدلال الوافر بالعفاف محصون، هاي الرياض الجنة اليانعة تسمار ضياء أخجل لضياء الأغمار، كيف صباح الشاهد تلك بين منار بين صفار فاقع وغامق الليمون، أهل بعاد أضمى وبالقلوب أصاحي جمال أخرص جملة الفصاح، عند دلال نادى وعلى اللسان صاح ونحن شفنا البفرح وكزيور في غصون، ما الياسمين نضارة ومزلها الوتين البان اعتدالو وامتهال يمين، الماز والجواهر صاروا مبهتين من أكواس جنجل يا زهان نايلون. يا سلام عليك يا بكري يا أخي، يا سلام عليك. وبكري طيب ما حاولت تكون عندك فرقة موسيقية، تكون عندك حفلات تحاول تدي الناس الصوت الجميل والحفظ الجميل والتقليد الأجمل؟ والله يا ريت يا أخو. ما مفكر في حاجة؟ والله إن شاء الله إن شاء الله. عشان حنسمع عليك قريب مثلا؟ والله إن شاء الله. في مشاركات؟ والله إن شاء الله الأيام القادمة نستمر في المسألة دي والغناء والطرب الجميل ده، وانا مهووس بالحجمه. قلدت سرور ولا كرومه؟ قلدت سرور وقلدت كرومه الاثنين. نعم. قلدت سرور بشنو؟ في برض ليك المولى الموالي في النظر يا صاحي منظر الانسان الطرف نايم وصاحي. خلينا النظر يا صاحي وخلينا نحن ذاتنا نكون صاحيين في الامسيه دي ونسمع. النظر يا صاحي منظر الانسان الطرف نايم وصاحي
صاحي كون عسان. شكرا جميلا لك بكري، احنا شاكرين لمشاركتك ولوجودك اليوم معنا عبر اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، ونشوفك ان شاء الله في محافل غادمه. نعم، وانا سعيد والله بغناء الشروق، وسعيد قدام جمهور يسمع بكري عبد الكريم، وسعيد باللقاء الجميل والاستضافه الجميله دي، وشاكر جدا لغناء الشروق، وشاكر للاخوه العازفين والموسيقيين، وشاكر للاخوان ديل هم ضيوفي واخواني، الفنان عبد القادر محمد احمد وحاتم سعيد، واتمنى لهم زي ما بيقولوا التوفيق وثنائيه عظيمه، وربنا ان شاء الله يتقبل. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك بكري، تتواصل سهرتنا ويتواصل ليالينا. شكرا مع الفنان نواصل من المسرح موسى احمد عبد الله من وصل. الأستاذ كمال ترباس رئيس اتحاد الغناء الشعبي حضورا بيننا في هذا المساء الجميل، لك التحية أستاذ كمال، وأنت تشرفنا وتسعدنا كثيرا بحضورك الأنيق. نرحب أيضا بالفنان ياسر المليح حضورا بيننا في هذا المساء الجميل. الأخوة الحضور قدموا من مدينة شندي لكي يشاركوا اتحاد الغناء الشعبي بأغنياتهم وبروائع الغناء أغنيات الحقيبة. هؤلاء هم ثنائي النراب الأستاذ عبد القادر محمد أحمد والأستاذ حاتم سعيد عبد الله، قدموا إلينا وهم أعضاء أيضا باتحاد الغناء الشعبي، يشاركون بهذه في هذه الأمسية بأغنياتهم الرائعة. لهم منا التحية، والتحية لأهل شندي ومدينة شندي التي نعتز بها كثيرا. نقدمهم لكم في المساحة القادمة ثنائي النراب والفرقة المصاحبة. شكرا.
Yeah.
You know.
بشار الرسا يا ليلى فوق البرميزة يا ليلى لا بشار الرسا يا ليلى فوق البرميزة يا ليلى بشار الرسا يا ليلى فوق البرميزة يا ليلى لا بشار الرسا يا ليلى فوق البرميزة يا ليلى
شكرا جزيلا. اهلا وسهلا مع كل الناس اللي بتتابعنا والانضمت لمتابعتنا الان لتكمله سهرتنا الفنيه الجميله كما عودناكم في كل سبت. هي امسيه حتما مختلفه بالغناء الحديث والشعبي والطرب الاصيل الجميل. واهلا بكل القامات اللي موجوده الان في هذه الامسيه، الاستاذ عبد الكريم عبد الله وايضا الاستاذ القله عبد الحفيظ والاستاذ القامه هو رئيس اتحاد دار الغناء الشعبي بام درمان. سعداء جدا ان نلتقيه اليوم وسعداء انه يكون هو المهم في هذه الأمسية. أهلا وسهلا بك وأنت المهم أستاذ كمال ترباس، مرحبا بكم، مساء الخير عليك. يا الله يقويك، زيك إن شاء الله أنت كويس. أنا سعيد بك جدا وشكرا جزيلا، وأشكر الغناء على الزيارات الجميلة دي. يعني أستاذ كمال نحن كمان سعيدين بك وحريصين جدا أنه نكون نوثق للأغنية الشعبية والأغنية الحديثة، وده تراثنا وده تاريخنا الجميل. مشاركة الشباب في بعض الفعاليات والأمسيات اللي بيقام في دار اتحاد الغناء الشعبي ودعمكم اليوم. نعم، لما تواصل رجال يعني لازم الناس تساعدهم ولازم الناس يعني تقيف معاهم، واحسن من اللي يغنوا الغنى الهابط والغنى الما مسؤول الغنى الما جاد، فيغنوا الحقيبه. الحقيبه طبعا ذاتها بتعلمهم انه يغنوا كيف ويحفظوا كيف والاداء كيف وكذا، فما سهله يعني ذاتها مدرسه قايمه بذاتها. مشاركتك ووجودك معاهم بتحس انه دعمي بالنسبه لهم؟ طبعا دعم، يعني دعمي كبير. معانا استاذنا الكبير الاستاذ عوض الكريم عبد الله برضو يعني ما قاعد يقصر، انا بعد مرات ما بيجي لكن هو بيجي طوالي طبعا، هو نائب الرئيس وكتر خيره رغم انه يكون مشغول لكن برضو بيجي بيقيف معاهم ويعني بساندهم وبيقدم لهم كل شيء طالبينه. نحن نتمنى ونتمنى انه نشوف اتحاد الغناء الشعبي بام درمان غامه مثل قامه ام درمان وقامه الغناء، شنو ممكن يكون موجود عشان ما يكمل لنا الامسيات الجميله في الدار يعني والحوجه اللي ممكن تكون؟ والله ممكن، لان كل الفنانين حيشاركوا. احنا اي نرحب باي فنان بغني الغناء الشعبي يجي يشارك في اليوم ده، لان عندنا منتديات وان شاء الله كل يوم سبت، وبعدين المنتديات دي ما حتقيف، وبعدين كل الفنانين يعني حتى الناس يعني زي الثنائي اللي غنى قبل شويه ده برضو انا اول مره اقابله، لكن ما شاء الله ادوا اداء جميل جدا وبنشكرهم جاي يشاركوا وكذا. وفي فنانين كتار جدا ظهروا على اتحاد الغناء الشعبي، فاتمنى انه يجوا الناس كلهم. ده احنا بنقدم لهم دعوه، اي فنان يعني بيقدر يغني او يواصل تتواصل اجيال يجي يقدم الشيء اللي ممكن يقدمه.
استاذ كمال ترباس باغامتكم الفنيه الكبيره، والناس كلها بتسعى انها تكون شراكات معاكم في النادي ويقدموا ولو اسهامات بسيطه، شنو ممكن تقولوا لهم من خلال انهم عايزين يكونوا جزء اصيل من الاتحاد عشان ما يقيفوا مع الاتحاد ويكون الاتحاد غامض؟ والله يعني بطلب منهم انه يواصلوا زياراتهم للاتحاد ويكونوا موجودين، والما عضو يجي يقدم عشان ياخذ عضويه بتاعته. وبوصي الناس كلهم، الناس المفروض تدفع الاشتراكات بتاعتهم لان الجمعيه العموميه قربت طبعا، واحنا بنقبل اي زول. عندنا لجنه بتجيز الاصوات وبتجيز الفنانين اللي بيغنوا كده، فطوال احنا ما عندنا مشكله. لازم يعني احنا كل ما يجونا الناس يغنوا بنقبلهم يعني في الاتحاد، ما قاعدين يقصروا، والاتحاد هو مفتوح للناس يعني. هل العضويه سهله انه اي زول ممكن يكون عضو ولا في عندها اكيد شروط؟ اذا زول جات طوال يدي العضويه، ما في كلام. اذا زول بغني كويس زول جات وزول منتظم وهندامه كويس، مش زول يجيك لابس له على الله كده يقول لي داير اغني، ما بتجي طبعا. تكون عم الترفاس؟ لا ما عم الترفاس، يكون بس الشكل يكون مقبول، والمسهر مهم جدا جدا. فعشان كده احنا زادنا بنهتم بالقصه دي. واسا الناس شويه يعني هسه انا بفتكر انه انا وقت قلت للناس يغنوا غناي ما قلت ساكت، لانه هسه الناس بيغنوا لترباس كلهم ناس مسؤولين وعندهم مسؤوليه وعندهم اسرهم وعندهم اهلهم. واتمنى انه الناس ما تقف في حكايه فلان ما يغني غناي وفلان ما يغني غناي والاولاد ما يغني. الناس لازم تغني غناي، احنا تعلمنا بغنى الناس، فعشان كده حتى عملنا العمل بتاعنا اعمالنا. فلازم الناس تشارك، ولازم الناس يعني تغني غنى الغير عشان كده يعرفوا يأدوا كيف من الألحان ومن يحفظوا الغنى ويعرفوا النصوص الكويسة ويذوقوا طعم الأعمال الجميلة. يعني توصيل لمسيرة فنية كبيرة، الشباب اللي قايمين الآن بيخافوا من الأغنية الحديثة في عدم الحفظ أستاذ كمال ترباس، فبتكونوا حريصين أنكم توروهم الكلمات الصحيحة، الأخطاء اللي بتكون ظاهرة بالنسبة لكم؟ اليوم حق يخافوا، لأن الأغنية هي اللي بتبهدل الفنان. هسه الناس يقول لك والله الفنان بهدل الأغنية، لا الأغنية اللي بتبهدله. لو ما حافظ أو ما بيعرف يأدي بيعملوا مقارنة بينه وبين فلان وبينه وبين فلان وبينه وبين كده، يعني صعبة جدا جدا. فصعبة جدا الناس دي يعني يغنوا ناس الأستاذ عندنا ناس عوض الكريم وناس بهديه والأستاذ محمد حمد عوض وخلف الله، الناس دي غنوا غنى ما سهل، وكحلاوي غنوا غنى ما سهل، ووصلوا وثبتوا النادي ده وقدموا كثير. الله يرحمهم رحلوا مننا، وربنا يدي العافيه لاساتذتنا اللي قاعدين معانا ان شاء الله. ونحن بنشكركم شكر جزيل، وبنقول لك ان شاء الله يعني في مناسباتكم احنا نكون جاهزين ان شاء الله. ان شاء الله انت دائما حاضر وجاهز ودائما مشرفنا ومنور السودان في كل المحافل الخارجيه والداخليه، ونحن نتمنى انه نكون نشوف اتحاد الغناء الشعبي مكان كل الناس تجتمع فيه وتتعلم منه ويصبح مدرسة لكل المبتدئين. مدرسة فعلا. احنا تخرجنا من استاذنا الله يرحمه الاستاذ محمود فلاح، وقت احنا قبلنا بغنى الحقيبة وغنى غنى الرواد وحافظين الغنى ده كله، لكن قال لازم تعملوا اعمالكم عشان تبقوا امتداد زي ما الاستاذ محمد حمد عوض قدم وكده، وفي الفنانين كتار شعبيين قدموا اعمال، الاستاذ عوض الكريم والاستاذ عبد الله محمد، كل الناس دي قدمت اعمالها والناس وصلت مع الغنى الحقيبه حافظينه. لكن انت كيف تستمر وكيف تكون بصمتك واضحه في خريطه الغناء السوداني؟ فدي مهمه عشان ما نسمع نحن كلمه جميله وتكون مختلفه، لازم نحافظ على موروثنا. نعم نعم اكيد ما في داير لكلام، لازم انت تكون يعني حافظ وبعدين تحافظ وبعدين تجيب شيء جديد عشان بصمتك تكون واضحه. اي لازم الشباب اللي بيغيروا في الأغنية الحديثة إذا كان في لحن في طريقة أداء ده ممكن يخليها تختل الأغنية نفسها، ولا بتكون دي لمسات منه هو كفنان مثلا؟ هو بكون ما حافظه وما عارف وما داير يسأل عامل رقبته فنان كبير، فدي مشكلة. هاي فإحنا بعد مرة إحنا كبار بنغني بنسأل دي بتقول شنو، دي معناها شنو وكده، يعني حاجات كثيرة بنسأل في الغنى ده. فالغنى ده طبعا يعني حتى إحنا قبل كده سألت رفع عبد الله الطيب في عروس في بتاعت ادري الكاس العشاق صفا ومداما، بيقول يعني يعني الحته بتاعت ادري الكاس العشاق صفا ومداما يا حبيب القلب ويا روح الندامه، هل الندامه ولا الندامه؟ كانت الندامه. كانت الندامه اي. فعشان كده دي مهمه جدا انك تعرف، ما تغني ساكت. عشان كده في ناس بيكونوا حافظين كتار جدا جدا، حافظين الحقيبه حافظينها،
مش شرطين انه يغنوا، لكن الواحد يكون قاعد كده الراديو ده حافظ حفظ دينا زمان. فهي طبعا وهسه ما شاء الله الناس حافظه وهسه متابعين الحقيبه وطابعين غنى الحقيبه. شنو من اغاني الحقيبه المحببه الاستاذ كمال ترباس وبيحاول يدندن بها او يكون براه مع نفسه كده بيطرب بها؟ والله غنى الحقيبه كله جميل، وبعدين غنى الحقيبه طبعا غنى لو انت ما اديته اداء كويس ببهدلك، ما تقدر تفتكر انك انت يعني خلاص عملت لك عمه ولا بدك تغني. فدي مسؤوليه كبيره، مسؤوليه كبيره. هاي الناس الرسالة للشباب انه كل ذول يحفظ صح ويكون هندام صح، لانه الهندام ده بيديك 50%، طبعا بيديك 50%، فمسخرك انت كفنان بيديك 50%، فلازم مسخرك يكون كويس وشكلك يكون كويس وتكون علاقتك بالناس كويسه، مواعيدك كويسه، وما تخلف مواعيدك مع الناس، وما تكون عامل لك ارتباطين ثلاثه في يوم واحد وتغني. دي مشكله بتخلق لك مشكله وناس ثانيه بتثق فيك. لا نشوف المناسبه بتاعت العرس بيجي كم نفر وبيجوا كم اسره، لما انت تخلف ما تجي يقول لك في الليل حفل بفلان وفلان ما جاء، محسوب عليك انت ادبيينك قبال العرس. هاي فدي مشكله. شاكرين ومقدرين لك كثير رئيس هذا الدار ورئيس هذا المقام الطيب والجميل. شكرا جميلا لك، وتتواصل في الحفل الساهر من داخل اتحاد الغناء الشعبي بمدرمان، ويتواصل الحفل مع الشباب في المسرح. تابعونا وخليكم معنا في هذه الأمسية. لكم التحية.
حيرتها من أبلده بالحنين والسهاد وابنه فارقني حبيبي فارقني حيرتها من أبلده بالحنين والسهاد وابنه فارقني حبيبي فارقني وفارقني دون الباب زعلوا يا لا حباب عايشينو عن يا اخي ناسي ألو.
أجواء درمانية مشبعة بالغناء الحديث الجميل والغناء الشعبي استمتعنا من خلاله من داخل اتحاد الغناء الشعبي من درمان، وثنائي النوراب هم نورونا اليوم وكانوا حضور مشرف وأنيق، أمتعوا كل الحاضرين وكل المشاهدين عبر شاشة الشروق الفضائية، وهم جو من بعيد وتكبدوا المشاغ عشان ما يشاركوا هذه المشاركة الفعالة. احنا نتعرف على واحد من الثنائي يعرفنا عليهم، وأهلا وسهلا بك. أنا عبد القاهر محمد أحمد، واخوي زميلي وفردتي حاتم سعيد. عبد القادر وحاتم كيف حالكم؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. عبد القادر، شغل الحقيبه بيعتمد على الثنائيات اكثر والكورس والفرقه الموسيقيه نعم انا والله شكلت ثنائي مع اخونا حاتم ده لانه الثنائيات في السودان انفقدت. ما يعني ما في ثنائي في الفن الشعبي، ما في تقريبا، ما في ثنائي. انا وفن الثنائي في نوع من الابداع يعني. أنه لا نفرين بيشيلوا سوا بيخطوا سوا، يعني فيه نوع من الإبداع. والثنائية يعني كانوا أشهر الثنائيات في السودان، عوضوا إبراهيم شنبات وعطكوا كوم محمود، عطكوا كوم محمود، نحن نتكلم في الحقيبة، عطكوا كوم محمود عبد الكريم وأحمد حسن مرة المامون، أحمد حسن جمعة، دي أشهر الثنائيات في السودان. وعندنا برضو من منطقتنا هناك ما ننسى عمنا أحمد يوسف عليه رحمة الله، الرجل استفدنا منه الكثير، رجل فنان معروف في الوسط الفني، ورجل معروف في يعني معروف رجل فنان حقيبة. انتوا هسه جيتوا من النوراب عشان ما تشاركوا اليوم في اتحاد الغناء الشعبي؟ من النوراب عشان ما اشارك فن الغناء الشعبي. انا قبل كده شاركت منفرد في الاتحاد، لكن انا واخوي حاتم ده ثنائياتنا يمكن كل اربع خمسة شهور ما اكثر من كده. نتمنى ان ثنائياتكم تدوم وتطول ان شاء الله، وتمتعوا الناس وكل المشاهدين بالثنائيه اللي نحن شفناها اليوم من خلال المسرح. والله ان شاء الله باذن الله تعالى. ولو سمحت لي انا بهدي السهره دي لاهلي واحبابي واسرتي بمنطقه الصفر غربي شندي، واهديها لاهلنا بالنوراب، واهديها بخص نادي النهضه بالنوراب الذي فتح لنا ابوابه وتبرفنا فيه، يعني عشان كده سمينا نفسنا النوراب، تسعيد مننا الكثير والله. وبهديها لاسرتي الثانيه بالمغاوير برضو، وبهديها لمنتدى المغاوير الثقافي، وبهديها لاهلنا في الصوارد اخونا حاتم. شكرا جزيلا لكم ثنائي النوراب، وان شاء الله نشوفكم مرارا وتكرارا باذن الله في مشاركات مختلفه ان شاء الله. بارك الله فيكم. اذا دي كانت امسيتنا المختلفه، وليله ما منظور مثيله اكيد، نحن تابعناها وشفناها واستمتعنا بالطرب الاصيل. شكرا جميلا، شكرا كثيرا كل الناس اللي رافقتنا وكانت معانا من درمان داخل اتحاد الغناء الشعبي. سهره بقمة الطرب والألق والجمال، هي متابعة لكل الناس. نتمنى لكم إن شاء الله ليلة هنية وسعيدة، لحد ما نلتقيكم دمتم في أمان الله.